بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنوضح الرسمه ديت معاكم. اول حاجه احنا هنرسم اللي هو الخط اللي انا دورته، هنرسمه هنا كده في اي مكان، مش شرط يعني مكان معين. بعد كده بين الخط ده والخط ده 60، بتروح انت جايز 60 سنتي بالمسطره، تروح واخد الخط وتاخد الخط ده. بعد كده بعد ما رسمت الخط ده وقست 60 سنتي بالمسطرة ورسمت الخط ده ورحت رسم الخط دوت، هتروح جاي عند السنتر هنا والسنتر هنا. الدايرة اللي هنا ديت القطر بتاعها 28، يبقى انت هتعمل بالشابلونة 28، هي يعني نفس الكلام 28، تمام. بعد كده هتيجي تلاقي ان بين الخط ده واللي هنا دوت 56، فانت هتيجي 56 هنا بالمسطرة، وهتروح واحد الخط دوت. بعد كده عشان تجيب ده هتجيب ازاي الخط اللي احنا عملناه في الاول افتراضيا في اي مكان، هتروح جايز 82 قيس 82، وتروح راسم الخط، فيظهر لك السنتر، تعمل منه الدايرة اللي هي القطر بتاعها 28. بعد كده عشان ترسم الدايرة الصغيرة ديت بينها وبين الخط اللي هو هنا ده 22، فانت هتقيس 22 من المفصلة هنا، وتروح راسم ايه الخط دوت، هيظهر لك السنتر، هتروح عامل دايرة القطر بتاعها 20 بالشابلون، او انت رسمت الدوائر الاساسية. بعد كده تيجي على الدايرة اللي هنا، النصف القطر بتاعها 27، تاخد 27 بالفرجل، وتروح عامل الدايرة بهذا الشكل، ونفس الكلام هنا نفس الوضع. طب عشان تعمل الحتة ديت هتعملها ازاي؟ اول حاجة الحتة ديت مس الدايرة ديت من الخارج، يبقى انت هتاخد هنا نصف القطر 27 زائد ال10 اللي هي نصف القطر اللي هنا، هيبقى 37، وهتروح عامل هنا من البرجل 37، وتعمل شرطة هنا نفس الكلام 37، وتروح عامل شرطة هنا، وتروح عامل بالبرجل هنا كده، وتروح ايه عامل ديت، فتروح عامل هنا، يعني انت تعمل بالبرجل هنا كده، وتروح عامل ديت، تمام. ما احنا عملنا ديت. بعد كده تيجي انت عشان تعمل ديت، تعمل اللي فوق عند السنتر هنا، هتروح جاي 27 نصف قطر، وتروح عامل الدايرة دي. طب هنا الكيرف ده ماسس الدايرة دي والدايرة دي من الخارج، يبقى اذا ديت الدايرة ديت نصف القطر بتاعها 27 زائد نص القطر اللي هنا 30، يبقى 57، هتروح واخد 57 من هنا كده وسبعة وخمسين من هنا هنا، القطع هنا تعمل بالبرجل هنا، هتروح راسم الكيرف ده. طب عشان ترسم الكيرف ده النقطة اللي احنا حددناها هنا ديت، تاخد منها برضو نصف قطر 83، هتروح واخد الكيرف اللي هنا ده. طب عشان تاخد ديت هتاخد دي مسة من هنا من الخارج، ودي مسة من دي من الخارج، يبقى اذا هتاخد 27 زائد 10 يبقى 37، تاخد خط، وهنا نفس الكلام 83 و10 يبقى 93، تروح واخد خط، وتروح راسم بيت كده. بعد كده هتروح في مصر خط مستقيم بين ديت ودي، وتعمل التأشير بتاعك بقى بالمثلث اللي هو 45. يبقى بالنسبة للرسمة ديت كده انتهى.